طيب هل الكلام الكتير ان احنا رايحين ناخد ميدالية من الاولمبياد بيحمل كابتن شوقي فوق طاقته؟ هو مش بيحمل، هو يعني احنا مثلا في تحت 23 سنة في القرعة احنا كنا في كان مجموعة كبيرة طبعا، وانا موجود استاذ عمرو الجنايني قال له كابتن شوقي انا هاخد البطولة والله، فده ضغط من رئيس الاتحاد يعني. احنا جايين ناخد البطولة ما فيهاش كلام يعني، وكان كلام جدي ده شوقي استاذ عمرو الجنايني قال له احنا في القرعة. كابتن شوقي بص على القرعة، فكان ساعتها معانا قرعة قوية، مالي وغانا باين يعني، وبعدين لعبنا جنوب افريقيا وكوت ديفوار ولا يعني فرق قوي جدا. قال لك لا احنا هناخد البطولة، وخدناها الحمد لله. لا كابتن استاذ عمرو قال له ان شاء الله وبتاع، وكان تحت يقدر التحدي. طب الناس عندها ثقة في كابتن شوقي ليه؟ ان هو محقق ميدالية يعني، كنت واخد ثلاث عالم، وكان اتغلب من ارجنتين 7-1، كان رب يعني، كان معانا الكاميرون في المجموعة، كان صعب جدا. وبعدين كسب امريكا تقريبا، لعب امريكا ولعب مش فاكر، كان في ماتش كده مش فاكر منتخب هولندا ايه. لا انا كنت رئيس الباس اصلا. لا هولندا، وفي ماتش في المجموعه لا انا هقول لك، احنا كان عنده ارجنتين في المجموعه، تعادلنا اول ماتش مع جامايكا 1-1 بالظبط، وبعدين خسرنا 7-1 من الارجنتين، بعدين كسبنا فنلندا 2-1، فنلندا لشيتوس جاب جون الثاني، تاني شيتوس جاب الجون الثاني 2-1، وبعد كده هولندا، هولندا او امريكا، امريكا يعني، امريكا وبعد كده هولندا، وبعد كده حسين امين، وبعد كده خسرنا من غانا بالظبط في نصف النهائي 2-0، بعدين كسبنا باراجواي 1-0 بهدف لليماني، اليماني كان متالق او في البطوله، وكان ساعتها رايح يعني، كان بيقال ان لامين اليوفي رايح اليوفي فعلا. فحضرتك انت بتتكلم ان كابتن شوقي الناس بقى عندها ثقه فيه ان هو هو الوحيد اللي عمل الانجاز ده، وبعدين انجازات الكره المصريه مرتبطه باسمه يعني، هو كان مع كابتن حسن في 2006 و2008 و2010 وحتى في كاس القارات لما رحنا كان موجود، البطوله العربيه كان موجود يعني، كابتن شوقي متواجد على طول واخد تحت بطوله تحت 23 سنه، فالناس عندها ثقه فيه، شايفين ان هو وش السعد زي ما بيقولوا، مش ككلام بس، احنا نسينا الوش والظهر، انا بتكلم دلوقتي ان الراجل ده بيتعرض لمحنه. كابتن لازم اتفائل، ما انا الراجل ده، ما انا ماشي، ما انا عندي واحد زي كابتن، انا متفائل جدا، بس انا النهارده لو انا رايح، بس يا عم سيبك من الكبار، لكن لو انا مش عارف حتى فرقتي الاساسيه، محمد مصطفى محمد ده راس حربه من يوم ما بدا بادي بيه، النهارده مهدد ما يبقاش موجود معاه، عندك مثلا طاهر محمد طاهر ممكن يبقاش موجود معاه، صلاح محسن ممكن يبقاش موجود معاه، اكرم توفيق ممكن يبقاش موجود معاه، اكرم شايل له نص الملعب في البطوله اللي هنا، مصطفى محمد هداف البطوله اللي هنا، صلاح محسن بسم الله ما شاء الله منور بشكل جميل، طاهر طول ما هو سليم دايما كان بيبقى موجود، فانا النهارده قبل السفر بايام لانه مسافر خلاص، كابتن قبل البطوله بتاعه مصر تحت 23 سنه، عارف انت هتعلن يوم 30، ناصر ماهر اساسي، طاهر اساسي، الاثنين دول اساسيين، قوام الفرقه في تحت 23 سنه، عندك البطوله في مصر، اتعوروا، ما انا هقول لحضرتك اتعوروا، هو مجهز، أنا هو شاطر في دي، بس اسبانيا والارجنتين برضه اجواء صعبه، بص انا متفق مع حضرتك صعبه جدا جدا، بس الناس متفائله بيه، دي حاجه يعني، هو دايما كابتن شوقي بيعرف ازاي يحط يعمل كده فقاعه من التفاؤل، ودايما بيعرف يلعب تحت ضغوط بشكل معين. حضرتك فنيا وبالورقه والقلم صعبه جدا جدا، انا دلوقتي بحط تشكيل، اما اجي انا عندي اكرم توفيق، لو حضرتك حسبت عدد المباريات هتلاقي مثلا لعب حوالي 95% من عدد المباريات، مظبوط، مره واحده مش موجود معايا مثلا. طاهر محمد طاهر مؤثر جدا، هو وصلاح محسن ومصطفى محمد 100% من المباريات مش موجودين معايا. عندي بيكهام اما باجي بلعبه سيرد باك او العبه باك رايت او العبه ديفندر كويس جدا، واتم اعتماد عليه جوكر مش موجود معايا. من الكبار محمد صلاح اللي هو هيفرق جدا والناس كلها هيعمل حاله غير طبيعيه وثقه للعيبه مش موجود معايا. اما اجي ابص على الشناوي اللي هو كابتن النادي الاهلي واكتر واحد يدي ثقه ويكلم اللعيبه مش موجود معايا. كل الكلام ده هو عامل سيناريو؟ احنا نقوله. لكن هو هيبقى جوه الحدث؟ لا، انا بقول لحضرتك معرفتي بيه، لا هو وجهازه حاطط سيناريو طيب. على فكره متوقع الكلام ده، وانا بتهيألي ان هو ان شاء الله ربنا هيكرمه في طيب. خليني اسالك سؤال اخير قبل ما اروح لمحور تاني، حراسة المرمى الحقيقة محمود جد عامل سيزون هايل مع إنبي، محمد صبحي عامل سيزون هايل مع الاتحاد، محمد صبحي حارس المرمى في البطولة وكان أكتر من رائع، شناوي في حتة لوحده محدش بيقدر يتكلم عليه ولا حد بيقارنه بحد ما شاء الله، حتى لما جاله دروب خفيف كده قدر يرجع نفسه بسرعة بسم الله ما شاء الله يعني.